السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. اليوم غادي نقدم لكم واحد زعلوك اللي كيعرفوا الجميع بالطريقه ديالي، كيجي لذيذ وبطريقه سهله وبسيطه، وهو من المقبلات اللي كيجيو كيتقدموا دافين وكيجي لذيذ. وكنتمنى تبعوا الطريقه وتجربوه، صراحه كيجي زوين بزاف. كما كتشوفوا خديت هنا جوج دنجالات اللي شويتهم فوق البوطه حتى طابوا مزيان، راه كيتشواو بكل سهوله وكيجي فيهم مذاق مدخن اللي كيجي الزعلوك بنين. وكنبقاو نقشروهم هنايا بلا ما نغسلوهم، كنقشرهم بشويه حتى كنحيدوا القشور كاملين وكيتقطعوا. كنحتفظوا بهم. من بعد كناخذ مطيشه اللي على حسب الكميه، انا درت هنايا 4 د المطيشات، كناخذهم وكننقشرهم وكننقطعهم رقاقين. وكناخذ كنديرهم في اناء اللي غادي نطيب فيه الزعلوك. هنا درت الطاجين ودرت معاه ضريسات ديال الثومه اللي محكوكين. في الطاجين ضفت هنايا مطيشه الثوم الربيع والزيت والعطريه، معلقه ديال الكمون ومعلقه ديال التحميره والحار حسب الذوق والملح. كنقطع الدنجال رقيق وكنرجع المطيشه كنحركها مزيان حتى كطيب وكتندمج ليا مع دوك العناصر وكتنزل. عاد غادي نضيف عليها الدنجال وكنحركوه مزيان يبقى حتى كيتخلط ليا الكل، وكنخليه يطيب واحد شويه، يعني غير واحد شويه لان كلشي طايب، يعني كيتخلطوا. كتشوفوا معايا الزعلوك كي تيجي وراه كيجي في مذاق رائع وبنين بزاف. كنتمنى تجربوه.